يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. احنا ودنا نخلينا بصمة قبل ما نمشي، ونتمنى يكون الرابط موجود على هالتغريدة. نعم، بيطلع معنا على الشاشة. نعم الرابط موجود، لأن نحط لنا بصمة، احنا ما ندري وش اليوم نصبح، بكرة نصبح ولا ما نصبح. فصدقة تطفي غضب الرب، صدقة يقول اليتيم مرافق نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني شيء عظيم صدقة. بإذن الله هبي الرابط عشان نشارك والجمهور يشارك. شكرا لك أبو رزيقة، بيض الله وجهك أبو رزيقة. الكود معنا على الشاشة، حط الجوال على طول يدخل على الرابط. هذا كلام أبو رزيقة من الناس الغاليين، من الناس اللي له بصمة في الإعلام، وبيض الله وجهك. ما ودي أمدحك واجد عشان أعرف أنت معطيني لا دراهم ولا شيء. الله يرحم والديك. شكرا العاملين خلف الشاشات، المصورين والمخرجين، الله يبيض وجيهكم. شكرا، أنتم تتعبون وحنا اللي نجي لكم الصداع. شكرا عبيد. أول شيء أشكرك يا أبو رزيقة، الله يجزاك خير على روحك المريحة، والله العظيم أنا أقول الصادق، وأشكر إخواني الله يحييك، والله العظيم أنا تشرفت بهم، الله يحييك، وكذلك الشباب أسأل الله يوفق قلبي، والله أني تشرفت إني معكم، ولا يهون أبو نايف، أنا والله أني ما ودي إني أذكر شيء فعلته في الخير، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا كان عندي قبل دين، قسم بالله الرب إني ساهمت في كذا وقف، وانها ما دارت السنه الا متسددها الديون كله بوك. الحمد لله. انا اقول سارعوا للخير اللي تحبون الجميل. جميل. سلام. سارعوا للخير اللي تحبون الجميل في كفاله اليتامى وتفريج الكرب وسد حاجات الارامل وسقيا السلسبيل العطيه يحجب عن النار كان الله كتب. اسال الله في سابع سمواته انه يغفر الجميع المسلمين. آمين. ويوفقهم. آمين. ويسعدهم دنيا واخره. آمين. وان يعني من كل من ساهم في هذا الوقف ان الله يوفقه ويعوضه دبل ما ينفق في هذا الوقف. اليتامى تعرفونهم انتم، كان وكاف اليتيم كهاتين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو بكلامنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا قدوتنا في هذه الحياه الرسول. عسى الله يوفقكم يسعدكم ويوفقكم لفعل الخير. هذا اللي عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.